شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا ربي شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا رب شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا ربي يا رحمن. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين. اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك وقلوبنا بخشيتك وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير. إخوتي الطلبة، اليوم إن شاء الله ما رح نديره درس في اللغة الفرنسية. ارتأيت أن أجعل هذا الفيديو فيديو تحفيزي في هذه الفترة التي بقيت للبكالوريا. ها قد بدأ العد التنازلي للبكالوريا، بقى أقل من شهرين، ما يقارب 54 يوم عن اجتياز امتحان البكالوريا، هذا الامتحان المصيري، هذا الامتحان الذي طالما انتظرناه وحضرنا له جيدا. اولا في هذا الفيديو حبيت نعطي لكم نصائح خاصه بهذه الفتره، بهذا بهذا 54 يوم اللي بقاو لكم، لانه كاين نصائح ما نقدروش نطبقوهم حاليا. بالنسبه لي اول نصيحه يعني نقدمها لكم، نصيحه اقدمها يعني سواء في الفتره الماضيه ولا في هذه الفتره، هي اخلاص النيه لله في الدراسه. اخلصوا النيه لله في الدراسه خاوتي، لتكون لكم في كل دقيقه حسنه. اخلاص النيه. ثانيا حبيت نجاوب على هذا الفيديو على السؤال المطروح الذي يبقى مطروح، يعني كل ما يقرب مارس السؤال هذا نسمعه، وين ما نروح نسمعه. طلاب البكالوريا لا يفارقهم هذا السؤال، اسكو يكفيني الوقت نكمل البرنامج، هل انا متاخر، سؤال يتكرر. انا هذا السؤال ما راحش نجاوبكم عليه ونقول لكم ايه تقدروا، نخليكم انتوما اللي تجاوبوا على هذا السؤال بعد ما يخلص الفيديو. كل واحد فيكم يجيب على هذا السؤال في نفسه، لانه ما نقدرش نقولك ايه تقدر وانت حقيقه عزيمتك وارادتك تؤول الى الصفر. نسحقكم خاوتي من هذه الدقيقه اللي راكو تسمعوا فيها الفيديو، نسحقكم تجددوا العزيمه تاعكم والاراده تاعكم، نسحقها تكون عاليه جدا، ما بقالكمش بزاف. الباك الحق بصح يعني مانيش يعني الباك حقيقة ما بقالوش بزاف، لكن هذه الفترة كافية للتعويض ولإنهاء البرنامج ويعني تثبيت المعلومات بالنسبة للذين راجعوا بدأوا يقرأوا من سبتمبر. لازم خاوتي هذه الفترة أهم فترة، اللي قرأ لازم ما يفشلش في هذه الفترة، لازم يزيد، واللي ما قراش لازم يقرأ. هذه هي اول يعني مهمه، لازم نقولها لكم، ابتعدوا عن التشتيت في هذه الفتره، ابتعدوا عن التشتيت. تقولوا لي كيفاش نبتعدوا عن التشتيت؟ واش معناتها نبتعدوا عن التشتيت؟ تبتعدوا عن التشتيت انكم تخيروا الملخصات اللي تحفظوا منهم، تخيروا الملخصات اللي تقراو منهم، وما تعاودوش تبدلوهم، ماشي تبقاو تقراو من ملخص معين يبقاو لك يومين الباك تروح تبدل لي انا الملخص، لا، ادرس الملخص اللي راح تقرا به قبل ما تبدا تقرا به، قرا شوف واش فيه، شوف الاسلوب وبدا تقرا به. بالنسبه للقنوات في اليوتيوب خاوتي، ننصحكم شدوا استاذ واحد ولا قناه واحده، استاذ عجبكم اسلوب تاعو شوفوه وحده خلاص، ما تبقاوش تشوفوا درس واحد تشوفوه من الاستاذ الفلاني من الاستاذ العلاني، هكذا تبقاو مشتتين، تجوزوا على 5 أو 6 فيديوهات على جال درس واحد. خيروا استاذ واحد وكونوا مخلصين لذلك الاستاذ، مش من اجل الاستاذ، هذه الحاجه راح تفيدكم انتوما، تفيدكم ان تفيدكم انتم. عندي درس في مثلا عندي درس الدول الاصليه، عندي الاستاذ نور الدين مولفن، تبعوا نروح نشوف الاستاذ نور الدين وخلاص، ما يبقاش نتبع هذا نشوف هذا الاستاذ كيفاش الاسلوب تاعو كيفاش شرحها وكيفاش، لا،
مهم نرفض المعلومة ونقول لكم خاوتي حاجة تانية، تحكموا في أنفسكم، تحكموا في رواحتكم، تعلموا تكونوا منضبطين. كيفاش تكونوا، كيفاش تتحكموا في رواحتكم وكيفاش تكونوا منضبطين؟ تحكموا في أنفسكم أولا في زوج عفايس، تحكموا في التوتر تاعكم. علاش تتوتروا؟ علاش تخافوا؟ هذا امتحان فقط. أنا راني محضرة، قريت كلش، تعبت، أخلصت النية، توكلت على ربي، أخلصت النية لله، فوش يجيني بعد؟ أنا نكون مرتاحة، ضميري مرتاح. ابتعدوا عن التوتر، لأنه كل ما تتوتروا هذا ما رحش يكون لصالحكم، راح تتوتروا أول حاجة صار لكم تضيعوا الوقت، تركيزكم يقل، يعني ما رحش يكون في صالحكم أنكم تتوتروا. خلاص في عود ما تقراو ساعة، ساعة زوج سوايع، ساعة تبقاو تخمو وقيل ما نجيبش مليح، يا ربي وش راني ندير، سورتو لي الاحرار ني بلوكيت العام، يا ربي ولو كان ايماجيني يروح ليه عام هكا كبرك. ما تبقاوش تخمو في السلبيات. قريتو ساي قررتو انكم تعاودوا الباك من اجل تخصص معين، ما تبقاوش تخمو وقيل وقيل ما حش ننجح، وقيل ما قريتش، وقيل مانيش محضر. لا، ابتعدوا عن التوتر. ثاني حاجة كيفاش تتحكموا في نفوسكم، هذه الحاجة يعني اللي أظن أنها ما راحش تعجبكم ولكن لازم تعجبكم، اللي هي تبتعدوا على الفيسبوك، تبتعدوا على لي ريزو سوسيو، تبتعدوا نهائيا. كيفاش تبتعدوا؟ كاين دوكا زوج أنواع من الأشخاص، أشخاص قادرين يتحكموا في رواحتهم بالنسبة للفيسبوك، ما عندهمش بزاف أصدقاء يدخلوا فقط من أجل الدراسة، هذو ننصحهم نص ساعة في النهار ماكسيموم، بقاولكم 54 يوم، نص ساعة كافية ووافية أنكم تشوفوا الملخصات الجدد، تسقسوا أصدقائكم على تاع الدراسة، أقول على كش درس ما فهمتوش، تتحفزوا مع يحفزوكم أصدقائكم وتحفزوهم نص ساعة. بلس دون دوميور. يبقى لي الصنف الثاني اللي يضلوا يتسكعوا في الفيسبوك وفي لي ريزو سوسيو، هذه تويتر، هذه انستغرام، هذه مصبح ملي ويشوفوا في الاشاعات، هذه طيح، هذه ما طيحش، هذا الدرس داخل، الجيولوجيا داخله، الشركه داخله، لا هتبقاو تتسائلوا هكذا. لا، نحيوا الفيسبوك. حابين تنجحوا خاوتي، حابين تشوفوا فرحه في وجوه والديكم، حابين تبكيوا دموع الفرح نهار يرجعوا الباك، ديزانستاليو فيسبوك وخذوا الراي، ديزانستاليو فيسبوك، ديزانستاليو ماسنجر، ديزانستاليو كامل 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 لي ريزو سوسيو اللي لهيوكم على قرايتكم. باقي 54 يوم، اذكركم 54 يوم كافيه ووافيه لو كان تاخذوا بالاسباب وتقراوا فيهم بجد وتبتعدوا على الملهيات، ومش كافيه لو كان تبقاو دائما في نفس الدوامة، تنوضوا صباح فيسبوك، في الليل فيسبوك، تبقاو تقصروا، تقراو وتقراو وتبقاو هذه أكبر غلطة تصرى، أكبر غلطة تصرى أنه نقراو ونكيجونا رسائل نبقاو نريبونديو عليهم، تركيزنا يبقى متشتت، يكون 100% ينقص حتى يقول إلى 1% بسبب هذه الرسائل اللي نجاوبوا عليهم أثناء الدراسة. إذا خاوتي نتمنى من قلبي يخلص الفيديو، كي كل واحد فيكم عنده ابليكاسيون ما يقدرش يتحكم في روحه ويروح ينحيها، لانه نقول لكم يعني من باب صراحه ما قدرتش تتحكم روحك في الباك، عمرك عمرك ولا راح تتحكم في روحك، خاصه في هذه الفتره. حبيت نقول لكم تاني، اقراوا كامل المواد، قراوا المواد بدون استثناء، بدوها من الرياضيات، علوم، فيزياء، حتى الفلسفة، قرأوا كامل المواد، وكي تقرأ كش مادة انسى المواد الأخرى، وكأنك راح تمتحن في هذه المادة فقط، لأنه ما تبقاش متشت تقرأ في الفيزياء وانت تخمم لي في الفلسفة، ولا تقرأ في الرياضيات وانت تخمم في العلوم، لا، تقرأ أنا راني نقرأ تاريخ وجغرافيا، ما لازمش نخمم في العلوم إطلاقا، هذه هي، دونك اعتمدوا على هذه الطريقة، وركزوا على الأهم، ركزوا دوكا نسحق تركيزكم كامل يكون في عفسة مهمة، وشنو هي هذه العفسة؟ الباك، هي هذه العفسة هي الباك، اللي عنده أصدقاء خارج الدراسة يبقاو يعيطوا له أيا نروح نحوسوا، لأنه اليوم رانا في فصل الربيع، مليح تحواس، مليح يقول لك أرواح نحوسوا، أرواح نشوفوا كدا، أرواح نخرجوا، أرواح مهم عفسة خارج الدراسة. تعلموا إخوتي في الله أن تعتذروا بأدب، خويا أنا عندي الباك، بعد 54 يوم حنجوز الباك، ورا ما نجوز الباك نروح نحوسه ماشي مشكل، أما حاليا أنا عندي الباك، عندي والدي يتسنى فيا نفرحهم، عندي نفسي يتسنى فيا
نرضى اني يعني ترضى عليا. وعندي ربي تاني لازم ربي سبحانه اعطاني عقل، اعطاني امكانيات لازم نستغلهم، راح يحاسبني وكان ما استغليتهمش. الوقت راه من ذهب، الوقت في هذه الفتره راه من ذهب. نتمنى لو كان نشري وزوج شهرين واحد اخرين، لا كل واحد فينا يتمنى لو كان يشري شهرين واحد اخرين، بصح هذه مستحيل تصرى. لذلك ننصحكم ما تفرطوش في هذه الشهرين، ما تفرطوش في هذه الشهرين اللي بقاو، ما تسمحوش لروحتكم تكونوا فاشلين، ولا تكون الصفه هذه تاع الفاشلين تتصفوا بها. مور الباك دير واش حبيت، مور الباك تكون تعبت قريت نفسك راضيه خلاص، ما عندكش عذاب الضمير، ما راحش يكون عندك عذاب الضمير، خلاص ثم دير واش حبيت. حاجه واحده اخرى ثاني ننصحكم بها هي الثقه في النفس. الثقه في النفس خوتي، كاين زوج يقراو كيف كيف، حلوا مواضيع كيف كيف، بداو القرايه كيف كيف، كملوا كيف كيف، دخلوا الامتحان يجوزوا. واحد دار الثقه في روحه نجح ونجح بامتياز، واحد ما درش ثقه في روحه ما نجحش. هذه هي، هذا هو المثال اللي نعطيه لكم. قريت تعبت سهرت درت خديت الاسباب توكلت على ربي سانجح باذن الله، سانجح. كي تقول ما عنديش خيار، اما سانجح او سانجح، ستكون من الناجحين وهذا باذن الله. ثانيا في سؤال يعني يجيني بزاف، اوقات المراجعه، اوقات المراجعه يعني وقتاش نراجعوا، اسكو نسهروا اسكو نوضوا بكري اسكو كيفاش نديروا. خاوتي هذا السؤال ما نقدرش نجاوب عليه، لانه ساديبو من طاتي، يختلف من طالب لطالب. طالب يكون عنده امكانيات يسهر في الليل، يكون تكون يسود الهدوء والسكينه في الدار، يقدر ينوض يقرا. واحد يكون من الصباح وهو يقرا ما يقدرش يزيد يسهر. ولكن انا انصحكم تقراو في الصباح الباكر، تقراو في الصباح الباكر، تنوضوا على الربعه تاع الصباح، صلوا ركعتين بسم الله، تبداو تقراو. لانه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديثه، يقول يقول يا رحلي الحديث، اللهم بارك لأمتي في بكورها، على ما أظن إن شاء الله ما نكونش خطأت، اللهم بارك لأمتي في بكورها. بكروا بكروا خاوتي بكروا، لا ترهقوا أنفسكم، ما تقراوش حتى خلاص ما تقدروش تركزوا، تركيزكم يقول إلى الصفر. علاه خاوتي علاه؟ نقراو في حدود المعقول، ما ننقص على ما نقراش نقراو. شفتوا البرنامج اللي حطه لكم الأستاذ محمد يوسف جزاه الله خيرا، تبعوه، برنامج رائع جدا. علاش ما رائع جدا؟ لأنه قابل للتطبيق، برنامج قابل للتطبيق خاصة في هذه الفترة. تقراو 12 ساعة ويكون عندكم ساعتين مدخرات وسبع سوايع رقاد، يعني ما أراه أنه برنامج كامل مليح بزاف وتقدروا تطبقوه. كيفاش تطبقوا هذا البرنامج؟ مثلا العلميين، راني نهضر مع العلميين، اعطي مثال لهم، قراوا المواد العلميه، زوج مواد علميه على الاقل، اللي قادر يقرا ثلاثه يقرا ثلاثه، والا قراوا نهار تقراوا مات وفيزيك، نهار تقراوا مات وسيونس، نهار تقراوا سيونس وفيزيك، وهي رايحه. وعندكم ماده ادبيه، وشنو هي الماده الادبيه؟ انجلي فرونسي عربيه. وعندكم مادة حفظية ولا مادتين حفظيتين، زيدوا الشخصيات والمصطلحات. دايما لازم تبداو، اللي ما بداش يحفظ الشخصيات والمصطلحات يا خويا ما عندك، ما تزيد تستنى، لانه تزيد شويه يفوتك ترى، كاين بزاف والوقت او الباك راه يقرب، لازم تزيد تحل مقترحات اكثر، تمارين اكثر. دونك هذا هو الوقت اللي لازم تحفظوا فيه الشخصيات والمصطلحات. هذه هي. وشنو تاني نسيت؟ ان شاء الله ما نكونش نسيت بزاف. ننصحكم نصيحه اللي ما نقدرش نكمل الفيديو بلا ما ننصحكم، حلوا مواضيع تاع البكالوريا، حلوا كامل لي باك، كامل لي باك، كامل لي باك. يعني هذه نصيحه ما نقدرش شوفوا على بالكم، لي يروح للباك ما حلش لي باك من دوك، نقولوا غير ريح في داركم، ريح في داركم وما تجوزش، لانه كاين بزاف اسئله تتكرر في باغ اكزومبل في الفيزياء، ما كاش سوجي تاع فيزيك ما تلقاوش فيه احسب التقدم الاعظمي، جدول التقدم، هذو كاينين، تعلموهم وحفظوهم، ما نقولش حفظوهم عاودوا روحكم عليهم. وديروا التخطيط، على بالكم بلي التخطيط اساس النجاح، قبل ما ترقدوا ديروا مهم مهام الغد، كتبوهم كامل، وفي غد من داك ما ترقدوش حتى تكملوا هذوك المهام، ديروا مهام الاسبوع بالهكا باش تعرفوا وين راكو لاحقين وين راكو رايحين تلحقوا. هذه هي.
وخلي رواحتكم دايما متفائلين، تنوضوا الصباح طلع مورالك هابط، طلع المورال لروحك، طلع المورال لروحك، ما تستناش واحد يجي يطلع لك المورال، انت اللي تطلع المورال لروحك بروحك. هذه هي. ثانيا في كي تحلوا التمارين ما نصحكمش تكونوا كالفراشات، تتجولوا من تمرين لاخر قبل ما تكمل تمرين، وقبل ما تحلو تروح تشوف تروح لتمرين واحد اخر. خاوتي كي تحلوا تمارين بلا ما تشوفوا الحل ما درتوا والو، كون يعاود لكم هذاك التمرين في الباك راح تعاودوا ديروا نفس الاخطاء. هذه هي. دونك هذه هي يعني النصائح اللي نقدمها لكم. ما تنساوش تحافظوا على صلواتكم في اوقاتها، الحوا في الدعاء على الله، الحوا في الدعاء فان الله كريم يجيب دعوه الداعي اذا دعاه. تعلموا خاوتي ندعيوا لبعض، لازم تعلموا ندعيوا لبعضانا، لازم تعلموا نحبوا بعضانا ونفيدوا بعضانا. هذه هي. نتمنى انه هذا الفيديو يكون عجبكم وقدرت نحفزكم ولو بشويه. خاوتي نصحكم كامل تكونوا كامل تقراوا كامل تجتهدوا هكا باش ما يكونش عندكم عذاب الضمير. ان شاء الله كامل تفرحوا، ان شاء الله والديكم كامل يفرحوا بكم، كامل تحققوا اهدافكم، يعني ربي يوفقكم لما يحبه ويرضاه ان شاء الله. ما تنساوناش من صالح ودعاء من صالح دعائكم. راني نزيد ندير لكم فيديو يعني نصائح في اللغه الفرنسيه ان شاء الله عن قريب. دعوا لي برك نتوفق انا تاني في الالتزامات التاوعي، وبين الفيديوهات والالتزامات التاوعي ما تنساونيش من دعائكم خاوتي. وشنو كاخر نصيحه نقولها لكم؟ اقراو 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 وبالتوفيق. نتكل عليكم ونتكل على الله، ان شاء الله يجوني رسائلكم وانتم ناجحين. السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون.